افتقدت مين في رمضان؟ يعني مين اللي كنت تتمنى يعني غاب عننا السنة دي؟ محمد رمضان؟ آه محمد رمضان مفتقده جدا. آه بيعمل حالة. آه بجد بيعمل حالة. هو زي محمد سامي بالظبط، هو عارف الناس بيحبوا ايه وبيتفرجوا على ايه. انا مفتقد منى زكي جدا كمان، ومفتقد حنان مطوع جدا، ومفتقد ريهام عبد الغفور. الاربعه دول يمكن اكتر اربعه. يسرى كمان طبعا، طبعا النجمه الكبيره يسرى طبعا، يعني الخمسه دول هم اكتر الناس. بس انا اكتر اتنين بجد يعني محمد رمضان ومنى زكي، لان هما كانوا رقم واحد السنه اللي فاتت. اه النص رمضان طول السنه في جعفر العمده، و تحت الوصايه طبعا منى زكي في النص الثاني من رمضان النهارده. منى زكي كمان عامله حتى بس اعلان. بس بتشوف ده يعني عامل. انا قريت بوست كاتبه تامر حبيب الكاتب والسيناريست الجميل. تامر بيقول ان بعض الفنانين انا بحبهم بس نفسي يوحشوني. فكره الغياب المتعمد، انك لازم تدي فرصه الناس تشتاق اليك، اللعبه اللي كان زمان بيلعبها عمرو دياب. صح. انك تظهر إلي القوي، ما تطلعش في لقاءات، ما تعملش حاجات كتير لحد ما تظهر فتبقى أنت المرغوب. مش بس هي الوحشة في العصر اللي احنا فيه ده ساعات بتبقى حلوة وساعات لا. يعني الناس دايما يعني فكرة اللي هي بعيد عن العين بعيد عن القلب، وتغيب حبة تزيد محبة بس، فما تبقاش عارف ايه. لكن خلاص هي السوشيال التقل ده تبقى تقل زي كريم عبد العزيز مثلا. نعم. كريم عبد العزيز بيعمل فيلم وبيعمل مسلسل كل سنة، بس في الاخر ما تلاقوهوش موجود على السوشيال ميديا، ما تلاقوهوش موجود في سهرات ولا في سحور ولا في حفلات ولا فهو فكره ان انت تبقى تقيل والناس توحشك، ممكن تبقى تقيل والناس توحشك في ان انت ما تعملش حوارات كتير، ان انت ما تظهرش كتير، ان انت كل شويه تنزل ستوري على السوشيال ميديا، كل الحاجات دي. لكن ان انت تعمل مسلسل كل سنه دي حاجه، يعني ده مسلسل في السنه مش حاجه كبيره.